صباح الخير. المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان السيد أحمد شوقي بنيوب. المندوبية الوزارية تواجه أسئلة وانشغالات وتحديات وادعاءات لانتهاكات في الصحراء في الأقاليم الجنوبية من المملكة ضمن التنسيق المؤسساتي الذي فيه القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الدستورية المعنية والمؤسسات الأمنية وباقي الشركاء. تواجه تلك الأسئلة يوميا وبانتظام ولسنوات، تواجهها بمناسبة إعداد التقارير الدولية كافة، تواجهها بمناسبة التفاعل في إطار نظام المصادر الخاصة وإشكالاته وشكايته متجددة باستمرار، وسترتفع وتيرة ذلك بمناسبة انضمام بلادنا إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وبالنظر للتحديات والتطورات التي عرفتها الدينامية الدبلوماسية لبلدنا في السنوات الأخيرة، أضحت المؤسسات العريقة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والوسط الإفريقي أكثر اهتماما بموضوع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. وبالموازاة نتفاعل ونتصدى بصفة منتظمة لبلاغات وبيانات في تخص حقوق الإنسان. السؤال إذن أمام هذا الاشتباك الأصيل اليومي المتجدد، ولا يوجد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية. فكرت باستنتاج أصيل على أن المندوبية الوزارية أفكر قلبت الأمور من زوايا متعددة. من المؤهل لإصدار هذا التقرير؟ المندوبية الوزارية المؤهلة. الخارجية تقوم بدورها في الإعداد للمعطيات التي توجه إلى الأمم المتحدة بمناسبة التقرير السنوي. المجلس الوطني يقوم بمهمته في إطار العلاقة مع المفوضية حقوق الإنسان. ولكن تقرير لا يصدر، إذن عاينت في مرحلة أولى تقصير المندوبية الوزارية. ولكن عندما وزنت الأمور بميزان الذهب وجدت أن التقصير يقتضي اعتذارا، ولا يسعني بداية هذا التقديم إلا أن أقدم اعتذارا بالمندوبية الوزارية لتأخرها في إصدار هذا التقرير. لماذا سميناه تقرير أساس؟ هذا مفهوم استلهمناه من أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان. هو عبارة واحد الوثيقة تركيبية ذات معطيات رصينة ثابتة لا بد أن تهيئ قبل دخول أي اتفاقية ولا أي عهد حيز النفاذ، يعني تعطي المناخ القار والثوابت والمعطيات الأساسية. إذن هو مادة موثقة دوكيمون دو باز تتضمن معطيات نوعية صرفة مسبوقة بتقديمات تحليلية في صيغة فقرات مرقمة تتميز بطابعها التوثيقي منقولة بأمانة من مصادرها الأصلية ومذكورة تلك المصادر حتى يتسنى للمتعامل مع المادة الوقوف على منطوق وغاية المعطيات، تبين مرجعيتها وسندها، ثم هي كنص مفتوحة على التحيين المنتظم. وبلدنا يقدم تقارير الأساس المتعلقة بممارسته الاتفاقية ويخضعها للتحيين. هو الأجوبة الأسئلة التي قدمها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه إلى محكمة العدل الدولية، والأجوبة التي تلقاها والتفسير التي قدم على ضوئها، وكان المنطلق ديال الخطاب ديال المسيرة. هنا انتهت الإضاءة التاريخية. ربطنا التاريخ بالتطورات نتاع النزاع بالاشتباك مع المنتظم الدولي. تندوزوا للقسم الأول. إذا عندنا تمهيد الإضاءة التاريخية القسم الأول. راه في حدود الوقت المحدد سأنهي، ما كاينش ديزور غادي نكون سالي زعما ما كاينش.
10 heures, 3 minutes غادي نكون ساليت. القسم الاول الاراده العليا للدوله من خلال الرسائل والخطب الملكيه. حقوق الانسان الاراده العليا للدوله شرط اساس وجوهر مناط وقاعده حاسمه. لماذا؟ لان هي اساس الالتزام واساس المصادقه ومصدر التعهد، وهي السند ديال التفعيل. القانون الدولي لحقوق الانسان يعبر عليها من طرف رؤساء الدول حسب النظام السياسي، رئاسي او برلماني الى غير ذلك، السلطه الاولى هي التي تعبر عن هذه الاراده. اذا رجعنا للخطب الملكيه من 99 حتى لاخر خطاب، خدينا نماذج على سبيل المثال الذي يجيب على قضايا ذات صله بالموضوع حقوق الانسان. وهكذا ستجدون فقرات تتعلق بالروابط التاريخيه والاجماع الوطني والشخصيه الصحراويه والهويه الوطنيه وابعاد حقوق الانسان والتدبير السلمي للنزاع في اطار الامم المتحده والمفهوم الجديد للامن والجوار الاقليمي ومبادره الحكم الذاتي والجهويه والابعاد القيميه للتضامن والنموذج التنموي. تقدير الصحفيين، الصحفي هو تقدر تجاوب كل واحد على حده، دي حلاوه اللقاء الصحفي. حيت الصحفيين رفاق درب ديال حقوق الانسان منذ زمن طويل، يعني اعلاميين بمختلف اصواتهم وايقاعاتهم وتيارتهم شركاء اصيلين ديال الفاعل الحقوقي. ما ورد في التقرير يتقاطع، انتبه معايا، اجيب على اسئله طرحت على السريع، لان التقرير لم يقرا بعد، ولكن انا كنتفهم الشغف الصحفي في المساءلة والمجادلة، عادي وإلا ليس بصحفي. إذن غادي نعتبرها ماشي أسئلة موجهة للتقرير، لأن التقرير ما غادي نتناقشوا إلا اللي قراه، اللي قرا نتناقش معاه. هنا وفي جنيف والأمريكان جنوب أفريقيا ما عنديش مشكل، ولكن تقرا، ولكن الشغف نجيب عليه. ما ورد في التقرير هل يتقاطع مع اختصاصات مؤسسات أخرى؟ هذا سؤال أجبت عليه. سميته تقرير اساس، تقرير معطيات موثقه محلله، ما قلتلكش فيه استنتاجات، ما قلتلكش فيه توصيات. كنعرف انا راني من النخبه ديال الخمسه الاوائل في هذه البلاد اللي كتبنا التقارير، انا اصلا كخبير سابق عندي اختصاص، خمسه اختصاصات عندي فيها اعداد التقارير. لا يتقاطع، بل بالعكس، كتقرير اساس يعطي الإنصاف كاملا لتقارير المؤسسات الدستورية.